هل بتعاني من مشكلات في فواتير الكهرباء؟ طبعا فواتير الكهرباء بتاعي عالية مش زي الأول، غير كده الموظف بتاع شبكة الكهرباء مش بقى يقرا العداد زي كل شهر. يعني كان عليا 600 جنيه يعني يا دوبك، بس قفلت السنة التانية مش عارف، قال لي 3200 او 3300، رحنا واشتكينا وكده وهي برضو. اكيد مش انا بس، البيوت كلها مش احنا، الفواتير غليت جدا بطريقة رهيبة، ولدرجة يعني مش 10 جنيه فرق ولا 20 جنيه، دي غليت الضعف. يعني انا مثال كنت بدفع 60 دلوقتي بقت 120. لحد شهر 10 2016 المحصل ما كانش بيجيني، قعد 3 سنين ما يجينيش، دفعت 1100 جنيه في 3 سنين، من 10 2016 لحد 10 2017 4500 جنيه ديون. بعاني لان الشركه بيجيبوا لي الوقت بقى لي شهرين، يعني القرايه في العداد بنفترض مثلا 1000 بيجيبوا لي 1300، اقول له انا ادفع اللي انا مستهلكه فعلا. شيء كويس ان بقى لنا الوقت سنه او اكتر الحمد لله ما فيش كهرباء بتقطع، دي حاجه كويسه، بس ادفع اللي مستهلكه او ادفع الحق اللي عليا.